منح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين اعتبارا من أول وثاني عيد أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بمناسبة قرب حلول العيد وذكرى نصر 6 أكتوبر، على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفذها، وذلك عقب انتهاء الإجازة الرسمية للعيد وحتى يوم 30 أكتوبر، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للسجناء، وذلك حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون لمشاركة ذويهم الاحتفال بهاتين المناسبتين.